هذه العلامة إذان بتغيير العالم العلوي، إذان بتغيير العالم العلوي، كما أن الدجال إذان بتغيير عالم الأرض. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يقول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. من المعلوم أيها الإخوة أن الشمس تطلع من المشرق، تطلع من المشرق وتغيب في المغرب، وورد في حديث أبي ذر في الصحيح أن الشمس عندما تخرج من المشرق ثم تغرب فإنها تسجد تحت العرش، تسجد لله سبحانه وتعالى، تسجد تحت العرش سجودا لا نعرف كيفيته، ولكنه سجود حقيقي. يعني البهائم والدواب تسبح بحمد الله لكن لا نعرف كيف تسبح، وإن من شيء لا يسبح بحمد ربه ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وكذلك السجود هنا تسجد سجودا حقيقيا لله سبحانه وتعالى، تسجد تحت العرش. ومن المعلوم أن العرش هو كالقبة على الكون، على الكون كله. عرش الرحمن، العرش هو كالقبة على الكون، أي أن الكون كله تحت العرش، والعرش فوقه كالقبة له. وهذا العرش كما قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. فالله سبحانه وتعالى بائن من خلقه، مستوى على عرشه، استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الشمس تسجد لله سبحانه وتعالى تحت العرش، فيؤذن لها أن تخرج من المشرق، فيؤذن لها أن تخرج من المشرق. هكذا في كل دورة، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. في كل دورة تأتي تحت العرش وتسجد لله سبحانه وتعالى، ثم تستأذن فيؤذن لها فتطلع من المشرق كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه. ثم إذا أراد الله عز وجل أن تقوم الساعة فإنها تستأذن فلا يؤذن لها، تستأذن فلا يؤذن لها فتطلع من المغرب، ينتظرها الناس، فإذا بها بدلا من أن تخرج من المشرق كعادتها فإذا بها تطلع من المغرب. وهذه أيها الإخوة من علامات الساعة الكبرى، فهي هذه العلامة إذان بتغيير العالم العلوي، إذان بتغيير العالم العلوي، كما أن الدجال إذان بتغيير عالم الأرض. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس دل على أن هذه علامة كبرى من علامات الساعة، ولذلك إذا طلعت الشمس من مغربها حينها انكشفت الحجب. الكافر يؤمن، الكافر يؤمن لأنه يرى بأم عينيه هذه الحقيقة التي كانت تغيب عنه. المؤمن يؤمن بالغيب. ألف لام ميم: ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فالمؤمنون يؤمنون بالغيب، أما الكفار فإنهم لا يؤمنون بالغيب،
فلذلك عندما تطلع الشمس من مغربها لم يكن غيبا، وإنما صار مشاهدة وصار معاينة. قال: حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون. انكشف الحجاب وانكشف لهم الغيب، ليس غيبا وإنما صار واضحا ظاهرا مشاهدا. حينها يؤمنون كلهم، كل الكفار يؤمنون، لكن هل ينفعهم هذا الإيمان؟ ساق النبي صلى الله عليه وسلم الآية، قال: آمن الناس كلهم أجمعون، ثم قال: فيومئذ، يعني في ذلك الوقت، فيومئذ يعني في ذلك الوقت عندما تطلع الشمس من المغرب، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها، لا ينفع نفسا، نفسا مفعول به مقدم وإيمانها فاعل مؤخر، فيومئذ قال: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. يعني الكافر الكفار، قال في الحديث: آمن الناس كلهم أجمعون، لكن هل ينفعهم هذا الإيمان؟ لا، لا ينفعهم هذا الإيمان، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وهؤلاء هم الكفار الذين كانوا على الكفر، إما على من أهل الكتاب أو من غيرهم، إما كانوا من أهل الكتاب اليهود والنصارى أو من غيرهم. الكل عندما يرى هذه العلامة الكبرى وهي طلوع الشمس من مغربها يؤمنون جميعا، لكن هذا الكافر لا ينفعه هذا الإيمان، لا ينفع إيمانه، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وهذا أيها الإخوة من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة وبالعباد، أن الإنسان لو دخل في الإسلام قبل طلوع الشمس من مغربها فإن الله سبحانه وتعالى يقبل منه ذلك، يقبل منه ذلك. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، بعباده، أنهم إذا دخلوا في الإسلام وآمنوا قبل طلوع الشمس من مغربها فإن الله سبحانه وتعالى يقبل. أما إذا طلعت الشمس من المغرب ورأوا طلوع الشمس من المغرب ثم دخلوا في الإسلام لا يقبل منهم بأي حال من الأحوال. قال: فيومئذ قال: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، يعني من قبل طلوع الشمس من مغربها من قبل. ثم قال: أو كسبت في إيمانها خيرا، أو كسبت هذا المسلم، المسلم هناك الكافر، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، يعني الكافر، الكافر. أو كسبت في إيمانها خيرا، أي المؤمن المسلم، يعني إذا طلعت الشمس من المغرب من مغربها، إذا أراد أن يتصدق أو أراد أن يوصي أو أراد أن يفعل خيرات لا يقبل منه، لا يقبل منه. أو كسبت في إيمانها خيرا، يعني مسلم، مسلم إذا أراد أن يزداد في إيمانه بأعمال صالحة، أعمال خير وبر وصدقات لا يقبل منه. أو كسبت في إيمانها خيرا.